اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى النشره المسائيه من اليوم، والبدايه من ابرز العناوين. مقتل اكثر من 15 شخصا بغارتين اسرائيليتين على دمشق، واسرائيل تتحدث عن استهداف مراكز لحركه الجهاد. غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ووزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن وقف المعارك بات قريبا. منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب عبر تهجير السكان بقطاع غزة قسرا. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، والأخيرة تبدي استعدادها للحوار. أفادت وكالة سانا التابعة للحكومة السورية بمقتل 15 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين جراء هجومين إسرائيليين في العاصمة دمشق وريفها. من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية مؤلفة من 3 طوابق في حي المزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 3 مدنيين وعنصران من فصائل إيران من غير السوريين، بالإضافة لشخصين مجهولي الهوية وإصابة 9 أشخاص بينهم 4 مدنيين. تزامن ذلك مع غارة جوية أخرى استهدفت مبنى يعود لحركة الجهاد الفلسطينية في قدسية بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص مجهولي الهوية بحسب المرصد. ومن جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجمات استهدفت مقرا لحركة الجهاد الفلسطينية وما وصفته بأصول أخرى في دمشق، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل قال علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني إن طهران لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قوتها في سوريا. وأضاف حاجي في تصريحات صحفية أن وجود المستشارين العسكريين في سوريا سيبقى مستمرا، وأنه لا قرارات بشأن تغيير عدد القوات هناك. وتأتي تصريحات الدبلوماسي الإيراني في ظل تقارير عن احتمالية امتداد الحرب إلى الأراضي السورية، وشن إسرائيل توغلا بريا يستهدف وجود إيران العسكري والفصائل التابعة لها. ومن بيزا إيطاليا أرحب بالدكتور عدي رمضان، باحث ومحلل سياسي. دكتور عدي، مرحبا بك في هذه النشرة الإخبارية. مساء الخير سيدتي الكريمة لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن يعني دكتور، اليوم الغارات الإسرائيلية مستمرة على الأراضي السورية. بداية أريد أن أسأل، كيف تقرؤون هذا التصعيد الإسرائيلي على الأراضي السورية في هذه المرحلة؟ سيدتي الكريمة، ليس بالجديد أن يقوم الكيان الإسرائيلي باستهداف أراضي الجمهورية السورية. هذه ليست المرة لا الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن سوريا إسرائيل تدرك، الكيان الصهيوني يدرك بأن سوريا هي العمود الفقري لمحور المقاومة الذي يبدأ من جنوب لبنان، واليوم أضيف إليه غزة، يعني منذ سنة ونيف مرورا بسوريا، وصولا مرورا بالعراق، وصولا إلى إيران، وإلى ما تتموضع به إيران في القطب الذي يعني يضمها. إذن لا جديد في الاستهداف الصهيوني للجمهورية السورية، يأتي في إطار الضغط المتواصل على الحكومة السورية، ظنا من إسرائيل بأن ربما دمشق قد تنصاع لإرادة نتنياهو ولإرادة الكنيسة الإسرائيلي بأن تقسم عصب محور المقاومة وأن تخرج سوريا من هذا المحور. هذه هي غاية إسرائيل. دكتور عدي، ولكن الكثير يعني يستغرب من موقف الحكومة السورية حتى اللحظة، لا موقف رسمي من الحكومة السورية. يعني السؤال هنا، ما الذي يمنعها من اتخاذ أي قرار أو أي إجراء بحق إسرائيل تجاه ما يحدث على أراضيها؟ سيدتي الكريمة، يعني هذا الموضوع لو كان لدى القيادة السورية أو لدى الحكومة السورية القدرة على
أن تجابه إسرائيل لم تتأخر ولم تتواني في لحظة واحدة، لم يكن لديها القوة القادرة على مجابهة إسرائيل حينما كانت معافاة، وأقصد الجمهورية السورية منذ العام 73 وحتى هذه اللحظة. لو كان للحكومة السورية القدرة على أن تضرب إسرائيل أو أن ترد الصاع صاعين لم تتأخر، ولكنها تردها بطريقتها. يعني المسألة ليست مسألة تبادل القصف أو مسألة فقط يعني القتال الموجه. سوريا ترد عبر دعمها لمحور المقاومة. لولا وجود الحكومة السورية والدعم الكامل واللامتناهي والمطلق لقوى المقاومة الوطنية الإسلامية في لبنان، يعني هذا أيضا يأتي في إطار الرد، ويجب علينا أن لا ننسى. أريد أن أسأل، أليس هناك أطراف دكتور عدي تضغط على الحكومة السورية بهذا الملف حصرا، ملف إسرائيل، يعني لعدم يعني لا يكون موقف، هناك موقف رسمي للحكومة السورية؟ روسيا، ماذا عن روسيا دكتور عدي؟ هي حليف للحكومة السورية. سيدتي الكريمة، روسيا هي حليف الحكومة السورية، ولكن روسيا لها مصالحها ولها سياساتها ولها مشاكلها الداخلية أيضا. يعني روسيا قالتها في أكثر من مرة، الفرق ما بين الحكومة السورية وما بين الفيدرالية الروسية أن الفيدرالية الروسية تقول نحن مع استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وفق القرارات الأمم المتحدة ومع عودة السلام إلى المنطقة، والكل يدرك بأن إسرائيل لدى الفيدرالية الروسية لها وزنها ولها أهميتها، لا أحد ينكر ذلك. روسيا في هذا المنطلق ربما ليست محسودة على 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 موقفها، ولكنها أيضا في من ناحية أخرى تساند حسب استطاعتها وحسب قبل كل ذلك ما تراه مناسبا. يعني أضرب لك مثلا، ليس مثلا تاريخيا لكي تكون الفكرة سليمة وتصل إلى المشاهد الكريم. في عام 73 يعني كان الدعم الاتحاد السوفيتي آنذاك في حرب أكتوبر عام 73 وصل إلى مرحلة توقف فيه الاتحاد السوفيتي عن يعني إمداد سوريا بصواريخ السام 6 التي كانت مفاجئة لإسرائيل في ذلك الوقت. ولولا تدخل الرئيس الراحل هواري بومدين الجزائري بوضع إمكانياته المالية بتصرف الحكومة السوفيتية آنذاك، يعني ربما كانت وصلت إسرائيل إلى دمشق وإلى أكثر من دمشق في هجومها المرتد. إذن سياسة الحليف الروسي تتناسب مع مصالحها، ربما تتقاطع مع الحكومة السورية في مكان ما، ولكن ليست بالضرورة أن تكون روسيا هي المدافع الرسمي الأول عن 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 الحكومة السورية أو عن القضايا السورية أو عن الرؤية السورية لاستراتيجيتها في المنطقة. مما لا شك فيه أن روسيا تدرك بأن الحكومة السورية هي عصب لهذه المقاومة، وأن سوريا لن تتراجع لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل إذا استمرت هذه الحكومة عن تغيير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قضية المقاومة. وموقف الحكومة السورية أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد في القمة الإسلامية العربية في الرياض التي انعقدت منذ يومين ونصف، حينما أسمى الكيان الإسرائيلي وأسمى الهجوم الإسرائيلي بالقطعان التي تستهدف وتبيد أهلنا في غزة وفي جنوب لبنان. إذن موقفها الرسمي سوريا هي مع المقاومة، ولكن يعني حسب إمكانياتها وحسب الطرق التي هي ممكنة. يعني كيف لسوريا أن تجابه إسرائيل بأسلحة تعود إلى المتاحف السوفيتية وليس لديها حتى المضادات للصواريخ، هي ما زالت تستخدم حتى هذه اللحظة في التصدي للصواريخ الإسرائيلية المنظومة الصاروخية S-250 التي تعود إلى المتاحف السوفيتية، وليس لديها لا الاس 400 ولا الاس 300. قد يقال بان الاس 300 موضوعه على الاراضي السوريه، ولكن ليست تحت تصرف الجيش العربي يعني السوري. حتى دكتور عدي، في موضوع الاسلحه، اسرائيل تحاول قطع الامدادات عن حزب الله بهذه الغارات التي تنفذها، هل فعلا تؤثر على امداد حزب الله بالاسلحه؟
سيدتي، يعني مرور جمل كما يقال في الكتاب في العهد الجديد في الكتاب المقدس، مرور جمل من ثقب أبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. وبغض النظر عن مكان التشبيه، يعني كل الضربات التي تقوم بها الكيان الإسرائيلي على الأراضي السورية لن يغير ولن يؤثر شيئا، ولا من قريب ولا من بعيد. يعني عندنا مثل بالعامية يقول اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ربما استيقظت إسرائيل متأخرة لتجري تلك التصرفات الاحتسابية، ولكنها يا سيدتي الكريم جل الصواريخ، كل الصواريخ الباليستية الصغيرة الكبيرة المتوسطة والبعيدة المدى هي في يد المقاومة منذ سنوات وسنوات. طيب دكتور، بس لضيق الوقت اسمح لي، يعني إسرائيل هل ستكتفي، بما أنه قلت أنه هي لن تغير شيء هذه الغارات الإسرائيلية، إسرائيل هل ستكتفي بهذه الاستراتيجية استهداف مواقع لإيران وحزب الله داخل سوريا، أم من الممكن أن تمتد هذه الحرب إلى الأراضي السورية أيضا؟ وباختصار شديد لو سمحت. يا أهلا وسهلا، نقولها كما قالها سيد شهداء المقاومة على طريق القدس، أنا أقولها بالنيابة عن الشعب السوري وليس بالنيابة عن الحكومة السورية. لو يعني إسرائيل هذا البعبع الكبير الذي هو غارق في مستنقع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 مع قدرات المقاومين الفلسطينيين، وهنا ترفع لهم القبعة، الذين يمتلكون أسلحة بدائية تعود إلى ليس المتاحف القديمة ولكن ربما تعود إلى العصر الحجري، لم تستطع إسرائيل أن تقضي على هذه المقاومة. إن كانت قادرة على أن تضرب سوريا، هي بكل تأكيد بالجو قادرة أن تضرب سوريا، ولكن فلترن عضلاتها بالقدوم على الأرض. الكل ينتظرها كما ينتظرونها في جنوب لبنان، وكما ينتظرونها في العراق، وكما ينتظرونها في أي مكان آخر. مشكلتهم يا سيدتي الكريمة ديموغرافية، يعني إذا كان لديهم جندي فنحن لدينا من المقاتلين 30 جندي، هم متطورون في الأسلحة الجوية المتفوقة وفي أشكرك التكنولوجيا. دكتور عدي، ولكن أعذرني، أعرف الموضوع مهم جدا، ولكن أعذرني لضيق الوقت. من بيزا إيطاليا كنت معي دكتور عدي رمضان، باحث ومحلل سياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين العضو في مجلس الوزراء الأمني إن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى توصل اتفاق بشأن الأعمال القتالية مع حزب الله اللبناني، مشددا على ضرورة احتفاظ إسرائيل بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق. وفي السياق، أفادت صحيفة يعدود أحرنوت الإسرائيلية أن المحادثات مع واشنطن بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان وصلت إلى مراحلها النهائية، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إسرائيل تعد خطة لوقف النار في لبنان كهدية للرئيس المنتخب دونالد ترامب عند تنصيبه. في ظل الجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وعقب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن مواصلة الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله حتى تحقيق أهداف الحرب، كشفت وسائل إعلام عن تقدم في المحادثات الدائرة بين واشنطن وتل أبيب بهذا الخصوص. وفي أحدث تطور متعلق بهذا الشأن، أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير بأن المحادثات مع واشنطن بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان وصلت إلى مراحلها النهائية. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تعد خطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في كانون 2 يناير المقبل كهدية للرئيس المنتخب دونالد ترامب عند تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة. يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة برلمانية بعد زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي إن المسؤولين الإسرائيليين يصرون على الاحتفاظ بإمكانية ضرب لبنان حتى بعد وقف الحرب، وذلك ضمن شروط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
جددت الطائرات الإسرائيلية غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان، فيما قال حزب الله أنه استهدف عدة مناطق في شمال إسرائيل برشقات صاروخية قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى واعتراض بعضها. غداة توسيع حزب الله دائرة استهدافاته من بلدات ومناطق حدودية إلى مواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي، وبعد إعلان تل أبيب بدء المرحلة الثانية من عملياتها البرية في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من البلاد، لا سيما ضاحية بيروت الجنوبية. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة الأربعاء وفجر الخميس لسبع غارات جوية إسرائيلية استهدفت إحداها حارة تحريك وبرج البراجنة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة. الغارات الإسرائيلية العنيفة لم تقتصر على الضاحية وحدها، بل طالت أيضاً بلدة يحمر شقيف، ما أدى إلى مقتل شخص بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام التي أفادت بتعرض البلدة ذاتها لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفسفورية، ما أسفر عن احتراق عدد من المنازل وتضرر أخرى. وعلى الجانب المقابل، قال حزب الله إنه استهدف عدة مناطق في شمال إسرائيل برشقات صاروخية، مضيفاً أنه حقق إصابات مباشرة، فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية بعيد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، مشيراً إلى اعتراض بعضها. وكان حزب الله قد أعلن الأربعاء أنه استهدف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه مراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي، أبرزها قاعدة الكرياه العسكرية في تل أبيب التي تستضيف مقر العديد من الكيانات العسكرية بما في ذلك مجلس الحرب. من بيروت أرحب بأمين بشير محام وناشط سياسي. سيد أمين، مرحبا بك في هذه النشرة الإخبارية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة. مساء النور. إذن يعني سيد أمين، هناك حديث عن مباحثات أمريكية إسرائيلية وباتت في مراحلها النهائية، ما الشروط الإسرائيلية سيد أمين لوقف الحرب والهجمات على لبنان؟ أظن بأنه أصبح معلوم يعني لدى جميع وسائل الإعلام بأن الشروط الإسرائيلية لوقف عدوانها على لبنان، أولا بتراجع حزب الله إلى شمال الليطاني، والشرط الثاني هو أن يكون للعدو الإسرائيلي القدرة على التدخل عندما يرى الحاجة، أي عندما يرى أن هناك ربما يعني تخزين أسلحة أو نقل أسلحة. يعني هناك نقطتان يعني هما للأهمية للعدو الإسرائيلي. النقطة الأولى هي تواجد يعني حزب الله على مسافة لا يستطيع صواريخه أن تطال الكيان، وهذا شرطه الأول. والشرط الثاني والنقطة الثانية المهمة هي الإمدادات لحزب الله التي يحاول يعني العدو أن يقطعها، وهي نعم. هذه الإمدادات تأتي من عن طريق سوريا، وبالتالي هو همه اليوم أن يبعد حزب الله مسافة لكي يعني لا يستطيع أو أن لا تكون صواريخه قادرة على أن تطال الكيان الإسرائيلي. والنقطة الثانية هي أن يقطع خط الإمداد التي تأتي من سوريا يعني إمدادات الأسلحة إلى حزب الله. هاتان النقطتان التي يشترطهما العدو الإسرائيلي. لا أظن بأن لا حزب الله ولا أي يعني حتى الدولة اللبنانية، وبالطبع الدولة اللبنانية هنا ليست يعني بالرأي المرجح، الرأي الأهم هو لحزب الله. أظن أن يعني حزب الله وخطاباته وخطاب الأخير نعيم قاسم أمينه العام هو يرفض بالطبع هذا الأمر جملة وتفصيلا. يعني سيد أمين، تعتقد بأنه حزب الله سترفض الشروط الإسرائيلية الداعية لانسحابه إلى شمال نهر الليطاني؟
هو كرر يعني مرارا وتكرارا أنه بالطبع يعني ضد أي شرط، ولا سيما موضوع أن يكون للقدرة للعدو الإسرائيلي أن يطال حزب الله في كل زمان ومكان. هذا أمر يعني غير منطقي، هذه شروط تعجيزية. وبالطبع يعني حزب الله لا يريد أن يظهر بمظهر المنكسر والذي انهزم، هو يعني يقول لنا كل يوم يعني صبح وظهر ومساء بأنه انتصر، فكيف يقبل بهذه الشروط التي تعبر لكن ماذا صراحة إن وافق سيد أمين؟ ماذا إن وافق عن حزب الله على هذه الشروط؟ ألا تعتبر خسارة له، وخاصة أنه هو خسر إذا ما أبرز القيادات؟ وافق على هذه الشروط بالطبع يعني الأفضل له أن يقفل مكاتبه ويعلن حله، لأن يعني تكون قد سقطت سردية يعني هذا الحزب وماهية وجوده، لأنه هو يعني هذا الحزب بني منذ سنوات على أن عقيدة أنه هو موجود من أجل المقاومة ومن أجل تحرير فلسطين ومن أجل محاربة إسرائيل، وبالتالي إذا ما قبل بهذه الشروط يعني لأي سبب هو موجود بعد اليوم. يعني تعتقد سيد أمين بأن الخيارات أمام حزب الله هي مفتوحة، أم هناك خيارات قليلة يجب أن يلتزم بها؟ أظن أنه واضح لدى يعني حزب الله بأنه اختار المسار العسكري الذي يعني لن يتوقف به، يعتقد بأنه إذا ما ضاعف يعني قوته في العسكر ربما تقبل إسرائيل ببعض الشروط التي يعني يوافق عليها وتكون يعني حفظا لماء وجهه، فهو ليس لديه خيار آخر، يعني لا يستطيع أن يتوقف ولا يستطيع أن يرجع إلى الوراء، وبالتالي هو المسار الوحيد الذي يسلكه. وهذا يعني قد ظهر في الأيام الأخيرة في كثرة يعني إطلاق الصواريخ، وهو يحاول أن يدفع بالعسكر إلى يعني تحسين وضعه وشروطه إذا ما يعني أتى ربما أي حل أو أي مقترح من أجل وقف إطلاق النار. طيب لدي سؤال أخير سيد أمين، يعني قبل هذه الحرب كانت هناك خلافات داخلية أصلا في لبنان، انقسامات، بعد هذه الحرب هل تعمقت هذه الخلافات أم أن نار الحرب جمعتها؟ يعني بالحقيقة بالطبع الخلافات لأنها سياسية في العمق، لأن نعم خلاف الذين يعني يواجهون حزب الله وسلاحه، وكانوا يقولون بأن سلاحك أنت لا يحمي لبنان، سلاحك أنت يحمي يعني استراتيجية إيران نعم وينفذ أجندة إيران، وهذا ما ثبت في هذه الحرب، وبالتالي الذين كانوا يطلقون هذه النظرية ثبتت مصداقيتها، وبالتالي بالطبع سوف يكونون أكثر شراسة ما بعد الحرب، لأنه إذا ما توقفت الحرب لأي سبب كان سوف يقولون له أن أنت قد قدست الأسلحة وقلت بأنك سوف يعني تحرر القدس وسوف تنهي إسرائيل، وبأن كل هذا السلاح من أجل يعني مقاومة إسرائيل، وتبين بأن كل هذه السردية هي واهمة وأنت فقط تنفذ أجندات إيرانية وفقا لاستراتيجية إيرانية، فأنت لا تتحدث باسم المصلحة الوطنية اللبنانية، أنت تتحدث باسم إيران، وبالتالي بالفعل سوف يكون هناك أزمة ربما أكبر سياسية، ولكن ربما يعني تأخذ لبنان إلى مكان أوضح من الذي كنا فيه، لأن الأمور انكشفت كلها صراحة من خلال هذه الحرب. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، كنت معي من بيروت أمين بشير، محام وناشط سياسي، شكرا جزيلا. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن إسرائيل نفذت تهجيرا قسريا واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية، وهو إجراء وصفته المنظمة بأنه يرقى إلى التطهير العرقي.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين، وجميعهم من المدنيين على أثر غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة. العشرات في قطاع غزة يلقون مصيرهم بالقتل أو الإصابة بشكل يومي نتيجة القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي الذي يستهدف المنازل والمخيمات والتجمعات السكنية. الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل قال إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة من بينهم حالات خطرة أو حرجة، ونقلوا جميعا إلى المركز الصحي في منطقة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة جراء استهداف طائرة هجومية مسيرة مجموعة من الأشخاص قرب مدرسة حمام التي تؤوي آلافا من النازحين. وأشار محمود بصل إلى أن مسعفين نقلوا قتيلين على الأقل وعددا من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الأشخاص في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى نسف الجيش الإسرائيلي بواسطة المتفجرات أكثر من 20 منزلا حتى فجر الخميس في مخيم جباليا. المسؤول الفلسطيني أضاف أنه تم انتشال 4 قتلى على الأقل وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص واستهداف منزل في رفح جنوب قطاع غزة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الضحايا وصول 24 قتيلاً و112 مصاباً إلى المستشفيات، وذلك خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. الوزارة أضافت في تقريرها الخبيث بأن ما لا يقل عن 43,736 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 103,370 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. أجرى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر عن استعداد بلاده لحل النزاعات مع الوكالة، لكنه قال إن طهران لن تفعل ذلك تحت الضغط. بعد اجتماع مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أن إيران مستعدة لحل النزاعات مع الوكالة بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، لكنها لن تفعل ذلك تحت الضغط. كما التقى جروسي رئيس الوكالة النووية الإيرانية محمد إسلامي الذي وصف الاجتماع بالبناء، لكنه حذر من أن طهران سترد فوراً على أي قرار يصدره اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع إسلامي بثه التلفزيون، حث مدير الوكالة الدولية الجانب الإيراني على اتخاذ خطوات لحل ما تبقى من قضايا، وقال أنه بالإمكان اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تظهر للولايات المتحدة والمجتمع الدولي أنهم قادرون على تفسير الأمور والمضي قدماً بحلول ملموسة. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال دبلوماسيون أن القوى الأوروبية تسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل للضغط على طهران بشأن ما تعتبره ضعف تعاونها. وتوترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب عدة قضايا قديمة تشمل قيام طهران بمنع خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة من دخول البلاد وعدم تفسيرها لوجود آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع سرية. وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة انسحبت واشنطن من الاتفاق المبرم عام 2015 ودفع انسحابها عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على إيران إلى أن تنتهك طهران القيود المفروضة على برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وتخصب طهران اليورانيوم حالياً بدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من نسبة 90% المطلوبة لتصنيع قنبلة ذرية. وتقول طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة. من روما أرحب بمسعود محمد محلل سياسي ومدير موقع أخباركم أخبارنا في إيطاليا. سيد مسعود مرحبا بك.
أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن أتعتقد سيد مسعود بأن زيارة جروسي لطهران كانت هي مقررة سابقا أم هي متعلقة بنتائج الانتخابات الأمريكية، طبعا فوز دونالد ترامب؟ ألو سيد مسعود، هل تسمعني؟ نعم الآن أسمعك سيدتي. هل سمعت السؤال أم أعيد؟ لا عفوا أعتذر. طيب سيد مسعود، أتعتقد بأن زيارة جروسي إلى طهران كانت هي بناء على موعد سابق أم هي متعلقة بنتائج الانتخابات الأمريكية؟ لا هي كانت مسبقا جاهزة. نعم. ولكن أتت الانتخابات الأمريكية لتدفعها بإطار تبادل الرسائل المسبقة ما بين إدارة ترامب والنظام الإيراني. نعم. إذ ليس سرا بأن إيران كانت قلقة من البداية من وصول ترامب إلى هذه الانتخابات، وكانت تسعى بكل جهدها لأن تؤمن تواصل ما مع الإدارة الأمريكية الحالية الموجودة لإنجاز اتفاق نووي قبل أن يصل ترامب إلى الحكم. نعم. ولكن شاءت الصدف والأقدار بأن يصل ترامب، والآن على الإدارة الإيرانية أن تتعامل مع ترامب. نعم. السؤال كيف ستتعامل هذه الإدارة وإلى أي مدى هي مستعدة للتفاهم مع ترامب؟ هناك خطوط حمراء لا يمكن لإيران أن تتجاوزها بعد اليوم. أحد أهم هذه الخطوط أن مرحلة أوباما انتهت، وانتهت بشكل نهائي، ولن يكون هناك اتفاق يضمن السلاح النووي لإيران بأي شكل من الأشكال. هذا واحد. اثنين، لن يكون مقبول أيضا بأن يكون لإيران أزرع مسلحة داخل المنطقة بعد اليوم. ثلاثة، على النظام الإيراني أن يتراجع إلى داخل حدوده ويعيش كدولة محترمة داخل حدودها. هل يستطيع النظام الإيراني أن ينفذ هذه المسائل؟ هناك تياران داخل إيران. نعم. التيار الأول يقول بأننا لأول مرة، وأعتذر عن الكلام بهذه اللغة ولكن أريد أن أشرح الأمر، نحن كشيعة في العالم أصبح لدينا دولتنا، وهذه الدولة دولة ولاية الفقيه هي التي سترعى بأن يكون هناك تواجد سياسي وديني معتبر للشيعة. لذلك علينا أن نحافظ على هذه الدولة ونؤمن استمراريتها. وهناك تيار ثوري داخل إيران، وهذا التيار الثوري يريد أن يتمدد ويريد أن يعود إلى عهد الإمبراطوريات، ويريد لإيران أن تكون إمبراطورية. وتبجح قاسم سليماني وقال نحن سيطرنا على 4 عواصم عربية اللي هي بيروت وبغداد واليمن ودمشق. الآن مطلوب التخلي عن هذه السيطرة، إما بالذوق مثل ما يقال أو بالنار كما يجري الآن بسوريا، حيث كل يوم هناك ضربات على الميليشيا الإيرانية وميليشيا حزب الله والميليشيا التابعة لإخراجها من سوريا، وكل يوم نسمع بخطط لإخراج إيران من سوريا. طيب ماذا عن حديث الرئيس الإيراني الجديد سيد مسعود؟ يعني في حديثه يوم الثلاثاء قال بأنه لن نتمكن من تجاهل الولايات المتحدة ويتعين التعامل معها. أليس هناك مرونة في هذه التصريحات سيد مسعود؟ أنا لا أنكر بأنه هناك مرونة، ومش بس هناك مرونة. لا. أصلا هم جابوا هذا الرئيس حتى يكون الوجه المرح الإيراني كما يقال. نعم. للتفاهم مع الأمريكي، ولكن على هذا الرئيس الإيراني أن يفهم ما هي المتطلبات. نعم. لن يستطيع بعد اليوم لا هذا الرئيس ولا غيره في إيران أن يمرر لا أجندة نووية ولا أجندة توسعية في المنطقة. إذا كان بوزيشكيان جاهز لأن يتفاهم مع الأمريكي حول هذه النقاط، العودة إلى داخل الحدود وعدم وجود سلاح نووي وعدم تهديد أمن إسرائيل، أمريكا خاصة ترامب ليس من هواة الحروب، هو مستعد للتفاهم. إذا كانت إيران مستعدة لتنفيذ هذه الشروط سيتفاهم معهم ترامب، لا عنده مشكلة الزلمة. مش أنه والله هو بيستقصد إيران بشكل، هو عنده أجندة واضحة
لا نووي، لا توسع، العودة إلى داخل الحدود. طيب سيد مسعود، مستعدة؟ نعم هو نعم. جاهز. طيب يعني اسمح لي وبدقيقة لو سمحت، رئيس إيراني صدر. جديد ورئيس أمريكي جديد، مستقبل العلاقات بين البلدين بشكل عام كيف ستكون؟ يعتمد ذلك على إيران. أمريكا واضحة وهي لن تتراجع عن شروطها وهي وضعت الشروط. نعم. إذا كان النظام الإيراني مستعد أن يلتزم بهذه الشروط فستكون علاقات مرنة وستكون علاقات جيدة وسيكون هناك إمكانية للتفاهم. أما إذا قررت إيران التلاعب على البرنامج النووي وأن تستمر بعملية التحصيب وأن تستمر بعملية التوسع وأن تستمر بعملية دعم الميليشيات، ساعتها سنكون لأول مرة أمام حقيقة مرة قد تصل إلى أن يسقط حتى النظام. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. كنت معي من روما مسعود محمد، محلل سياسي ومدير موقع أخباركم أخبارنا في إيطاليا. شكرا جزيلا. أظهرت دراسة جديدة أن أرقام ضحايا الحرب الدائرة في السودان أكبر بكثير من المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة، مشيرة أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم وحدها خلال الأشهر الأربعة عشر الأولى من الحرب. أكثر من 20,000 قتيل و13 مليونا بين نازح ولاجئ هي تقديرات الأمم المتحدة لحصيلة الصراع المندلع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان أبريل من العام 2023، إلا أن الأرقام الحقيقية تتجاوز بكثير هذه الأرقام. تقرير جديد أصدرته مجموعة من الباحثين في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة أظهر أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم وحدها خلال الأشهر الأربعة عشر الأولى من الحرب، مشيرة أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل. وبحسب التقرير فقد شملت التقديرات سقوط نحو 26 قتيلا متأثرين بجروح خطرة أصيبوا بها بسبب العنف، بالإضافة إلى أن التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبح من الأسباب الرئيسة للوفيات، هو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها. الباحثون قالوا إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50% عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد قبل بدء الحرب. إحصاء عدد القتلى بحسب الباحثين يشكل تحدياً كبيراً، فمع اشتداد المعارك تقطعت بسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي. ولا تشكل الوفيات بحسب التقرير سوى 5% من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم، و7% من تلك الوفيات يعزى إلى إصابات متعمدة، مشيرا أن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ. دعت منظمة هيومن رايتس ووش المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثيين من الموت. وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووش إن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض مئات الآخرين المحتجزين تعسفيا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة. وأضافت أن الحوثيين أظهروا مرارا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمختطفين منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن الحوثيين في اليمن سلموا منذ منتصف تشرين الأول أكتوبر قضايا 12 شخصا على الأقل بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة إلى النيابة الجنائية المتخصصة، متهمة بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وإلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة مشاهدين، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. مقتل أكثر من 15 شخصاً بغارتين إسرائيليتين على دمشق، وإسرائيل تتحدث عن استهداف مراكز لحركة الجهاد. غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ووزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن وقف المعارك بات قريباً. منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب عبر تهجير السكان بقطاع غزة قسراً. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، والأخيرة تبدي استعدادها للحوار. شكراً لكرم المتابعة، إلى اللقاء.